في البداية حكمت المحكمة في ليبيا ببطلان البرلمان. قبل ذلك لنرجع إلى الخلف قليلا، لأن ذاكرة الشعوب تنسى للأسف. لو رجعنا، المحكمة عندما حكمت ببطلان انتخاب سيد أحمد معتيق، ماذا قالوا الرأي العام المحلي والدولي؟ قالوا بأن المؤتمر الوطني العام سيقوم بتنصيب أحمد معتيق بالقوة، رغم تحويلها إلى قضية المحكمة. ولكن فاجأة العالم وفاجأة أيضا المشكين بالداخل بأن المحكمة فعلا حكمت ببطلان انتخاب السيد أحمد معتيق. وأيضا كان السيد أحمد معتيق في ذلك الوقت رضخ لحكم المحكمة. بعد ذلك أيضا البرلمان انتخب ورفعت المحكمة أو رفعت قضية إلى المحكمة، فالمحكمة حكمت أيضا ببطلان البرلمان. انظر الطرف الآخر، رفض قرار المحكمة. بالمقابل أيضا المجتمع الدولي لم يراعي أو لم ينظر إلى حكم المحكمة. انظروا كيف يدعم من المجتمع الدولي بالمعايير أو بزوجية المعايير. ينبغي على المجتمع الدولي أن يؤيد هذه المحكمة، وحيث كانت المحكمة مستقلة ذات سيادة وليست لها تدخل في السلطات سواء كانت التشريعية أو التنفيذية. وفعلا كانت المحكمة جديرة بأن تقول كلمتها أمام الرأي العام، وخاصة أن كان المجتمع في داخل طرابلس هناك مجموعات مسلحة وهناك أيضا تسيب أمني وهناك اختراقات أمنية، ولكن كان القضاة في الموعد وفي الموقف الجدير، وأيضا جدير بالثقة بأن القضاء الليبي قضاء نزيه رغم التحديات التواجه فيه بالداخل وفي الخارج.